اليوم يا سعيد حابة أكلمك عن واحدة من الخدمات المميزة عندنا في هيئة الصحة في دبي، واللي وايد تساعد المرضى المصابين بداء السكر. نحن في الهيئة نستخدم تقنية التطبيب عن بعد للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين، اللي هي من المضاعفات الشائعة عند مرضى السكري. الخطير باعتلال الشبكية السكري إنه في البداية ما له أي أعراض، أما في المراحل المتقدمة فيعاني المريض من مشاهدة نقاط عائمة وتغير الرؤية وممكن لاحقاً فقدان البصر. تقريباً 4.2 مليون مريض بالسكري حول العالم عندهم اعتلال الشبكية السكري، منهم 655 ألف مهددين بالعمى. لكن الخبر الحلو يا سعيد إنه ممكن تخفيض خطر العمى بنسبة 90% بفضل الكشف المبكر. العام اللي طاف استقبلنا في هيئة الصحة بدبي 1456 مريض بالسكري وصورنا شبكية العين مالتهم. 146 صورة تحولت لطباء العيون. طبيب الأسرة يشخص حالة الشبكية، وإذا لاحظ أي مشكلة يحول الصور إلكترونياً لطبيب العيون لمتابعة الحالة والعلاج. خدمات هيئة الصحة بدبي متناولكم، وعساكم دوم صحة وسعادة.